بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجي اللي تحناه إنه ها كبر حسابته أونلاين جوركس تيجي جوكس تشوكته. وبرنامج إيه بدنا تحناه إنه صوها أو إنه شو دم يستخدمه محل هذا شابتر هذا ستاتيكس كبروبابيليتي كمبلغ السنبريس ك محل هذا تكنومتري ك ليبت صفر كوليسي ك خير شيء بروبرش كم كنا نسي قبل قبل إن شاء الله. إن روح إنه إيه إن هذا بين خريدك خريدك إنه إيه إنه خيت اسكو روح اسبر بردي قال لك وانتتي وكل دوم اسبر اسبر بردي خير شيء روح انا كو برانا خير شيء هو هبل اسكو بردي كو وانتس كل دوم ان كو هبل اسكو بردي كو وانتس اسكو ميدكا ريشيو از ا واي اوف كومبيرينج تو اور مور كو وانتس وي سيم يونت اس بر ميد هذا ما انت وحين او باهنا يونت اس كدي كل دوم انا يس ما حن اسكو بردينا تبين وحين نغا عاونايا مخاي خيط كاس بربريه خيط كو حسب بربريه يونتس كريدوان هذا معناه لما خيط اس ريشيو خيط كورتو ريشيو ذات كومبيرز تو كوانتيز اوف ايفن يونتس سو لو كوانتي او يونتس كريدوان لو حسب بربريه ان ذا نولوجي اللي بنت بدن وخيط من انت صالحان هذا واحد قريسو واحد قري كرتا واحد خيط كا كاي كرتا هل كم من دي مساد قرت ساعه دي مساد اخذ يمسح رفض من قبل صادق كنت بروح كورس وساعد بروح كورس هديك قفت صار هذا السيو بقول لي استيت من دوره هدي ويجي الله السي بدأ مع هديك المحل هذا المدو المحل هذا لبص يلي حس على هذا لبص يو لي حس على ود بشقي بقول لي استيت من دوره بالسي خيد كهل كي ساعة من القني محين أروح هنا مركا وبقول لي استيت من دولار أول وقي بي لي حس محاس وها ليه صدم دولار صدم دولار صدم دولار صوتن طول بير هور هذا محين كي نمرك ها حسين اخرينا هل كي ساعة وقالنا يا محين صدر وقالنا ين عديد سرهم بابليشن ميل كل دقنا كلا ين ايجن بابليشن density وحياة بين سو صار كنا يوم وحين ايجن ايري ضد كاس يكون نوريه ولكن ايجن ايري ضد كاس يكون نوريه وحين ايجن ضد كان تيرنا هنا ده محين سوق قايمنا هنا وحين سوق قايمنا تيرنا ضد كا بيبل يأري دي محن لا ماشين سقيم توصل هن شن بقلاق وفضي بكون نوريهن هل كي كيلومتر سقيم هكذا آخرية هوسط صلاة آخرية هل كي كيلومتر وحكون نور شن بقلاق وف صار سقيم بعدين مركا إن سبيد كي تايم كي يكون مالك صار لكتان حوا أكون ولا يقول والله مدو إن كيلومتر بير هور خاطر لكتان توصل هن كيلومتر بير هور هدي هدي سكر تكتي أو تكتي بربر وانت هسه فوق قاطين محن له هذا بقول يا لباتن كيلومتر فوق قاطين مدة صدح ساعة خيد كم من قنعي محن ولا أنا بقول يا لباتن كيلومتر وهذا ديستانس كاس هو صورة قتل ما تايم كين نوع محن صدح ساعة وين تري هور وين سوق يبين أو هاي مكان أفرتن كيلومتر بير هور هل كي ساعة هل كي ساعة هذا صورة قتل هل كي ساعة أفرتن كيلومتر بس صورة مرك هواين سبيد كأيو تايم كأيو خيط كم حنا العالم أبو خلاص قاطع أيو شق قص طول قواني خيط بيرير مرك خيط بسكوب كم ربع دقيقة لبس شيء أو كريدوان هل كان تصار إنك هاي سنة هل كان وين كويس أنا تصار تصار هني تمناط من كويس أنا تقول إحنا نلاقي the rate of flow of water in a pipe is 30 gram per minute biyo pipe socda aya rate ku gelinasi 30 gram ba maray halkii minute ba 30 gram ba maray maxay halkii minute bo rate marka marka waxaan ku arkayna 30 gram daaciirkan ka soo bixi karnaa wada 30 gram ba leeyahay per minute inta gram ba loo qaybinaya time ka marka rasan qaciida keenay kilometer per hour kilometer ka loo qaybinaya maxay hours waxaan leh hadba la weydiiyo how long will it take to fill a tank with the capacity of 150 gallons. And tank gaalaya boqol iyo konton gallon. Xeed intel ee waqti intelig buu ku buuxinaya. Waqti intelig buu ku buuxinaya. In grade keen weyn haysana oo grade keen muhiim u leeyahay halka grade ku waxan ku haysana ee ted waxaan ku haysanaa
galaan inta galaan oo loo qaybiyo hawarska saacadii kreedkii waxa haysanay maxay inta galaan oo loo qaybiyo saacadii maxay naga maqan marka hawarska way naga maqan hawarkii maxay ku yeelanay course notifications ku soo dhufay halkaas waxa noo samaxan dhahay rate-ka oo lagu dhuftay time-ka ayaa wuxuu leeyahay maxay capacity iyo inaga oo capacity inaan qaadis maxayna waxa inaga doonay capacity go'an haysanay time-ka baan u baahanahay time-ka maxaan ku yeelanay xagga rate-ka u qayb xagga rate-ka u qayb deena waqtigii time-kii ku qaatay waxaan ku yeelanay capacity-ga ayaan ku qayb u qaybinaynaa rate-kii capacity-ga noo maxay 150 maynu qaybinaynaa maxay 300 qaybinaynaa taas waa qodob hal qodob oo kalena way ka faa'iideysan karnaayo waxaynu haysanaynaa teedi gaan ayaan haysanaa beer minutes baynu haysanaa waxaynu ognahay halkii minute maxay marayay 300 dalan bay marayay mayna isfar barday kale oo inaan oran karin hadii halkii minute uu 300 galaan marayay waa balka fiiri horeada hadii halkii minute xaga marayay kala soo baxnaa halkii minute hadduu 300 galaan marayay min maxaan ku haysanaa 150 galaana waqti intee leeg bay marayaan saan oran karno saasan arday maraa weer fudo marka ka reedka ka helo waan isfar dhiganaa dadna saas express oo ku dhacsa sana waxa ku dhacay 150 waxna yaa x times 30 galaan 30 galaan times x is equal to halkaan waxaan oranayaa 150 galaan times minute agaahay 30 galaan per minute baa halkaan ino ah 30 galaan per minute baa halkaan ino ah times x tan x tan waxaan u qaybinaa 30 galaan baan u qaybinaa marka x waxay noo leegtahay waa 150 galaan ben minute divided by h adan waxaan haysanaa maxay 30 galaan 30 galaan dadna way soo baxayaan shay tahay oo qaybiya 3 shan minute halkii nimarka shan minute soddon fi galaan hadii halkii galaan hadii halkii minute ay soddon galaan marayeen 150 ka galaana imsa minute bay mari marka shan minute bay ku maray salaan labaad sanan oo kale halkii salaan labaad a car travels 80 km in 20 hours gaari baa wuxuu soconayay 80 km bu muddo 2 saacadood soconayay what is the average speed what is the rate halka waxaan ka fahmay arday rate ku waa in waxaanu speed ku waa rate garna saayid velocity ku waa rate waxaan leedahay qofku saacadii lacagta uu qaatay waa rate oo waxa loo yeedhay saacadii intaas oo dhowr buu qaadanaya waxaan la wada rate weeyaan kana marka aad tusaalum ahaan baynu qaadanayna insha Allah maxaa la weydiiyay average speed average speed kam halka uu jiray waa total distance oo loo qaybiyo total time taken sooma halka halka waxaan ilaahaa waxaan u qaybinaynaa wixii loo dhan jiray 2 minutes 2 hours baan jiraa dadna la wasay isla baxaan waxaan u soo baxaa halka 40 km per hour imka warbixin baan dhiibi karnaayo waxaan oran karnaa halkan waa 1 waa hal saac halkii saac 40 km buu gaarigaas jiray halkii saac 40 km buu gaarigaas jiray oo qaacidada halkan baa laga soo baxaa inta kilometer baa loo qaybiyay maxay inta galan baa loo qaybiyay kaasina ka inoo joogo rate ku marka waa isbarbardhigga laba quantity oo units ku kala duwan yahay time iyo distance baa soo barbardhigga kala duwan yahay dad iyo waxa la soo barbardhigay area ku nool yihiin people per kilometer square baa la soo barbardhigaya galaan iyo minutes baa la soo barbardhigaya shaqeyskuna waa laba unit kala duwan waxaan rate isku waxa noqonayaan waa isbarbardhigga laba quantities ardayga marka cashar ku cusub ku horo insha Allah soo raaci doona soo bilaabi doona YouTube ka Maxamed Maati isku qor dadna creation promotion raac cashkii baa ku soo baxaya subscribe soo jira skeerna ku dhufo si uu cashar kasta oo la duuba lawanka ma garan sama kala duuba si toos ah ku soo gala insha Allah ka fadhiistay ma rajaynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh